بغيت ندير واحد النداء الى تعاطفوا معايا. المحسنين الله يرحم ليهم الوالدين، راه بنتي ولدت البارح سيزاريا وراه باقي فيها الحريق، وراني ما شريت ليها وليدي لا دواء لا والو، راه لاصق ليدي ما عنديش، عندي الله. ونداء لوليداتي الله يفتح عليهم باب الرحمه، يعتقوا لي بنتي الا بغى سيدي ربي، راه راجلها اتصلنا به في التليفون قال لك ما عنديش، وهو اصلا مخاصم معاها، واليوم هذا العار راه مرمي عليا انا، وانا راه ما لقيت جهد لا لبنتي لا حتى لداري، ما لقيت ليها جهد والحمد لله. مك فاطمه كتبيع الشوكولاته، وليدي عا في القهاوي كنبيع الشوكولات، من كورونا لهنا تزيرت لينا الوقت كاع بزاف، لدرجه حتى الكريدي حنا ما بقيناش كنخلصوا ديال الدار، يعني انا بغيت نقوم غير ببنتي، غير ببنتي في هذه اللحظه. اما القضيه ديال الدار راني درت عليها نداء وما تجاوبوش معايا الناس، تيحن الله من عنده. اليوم انا موجهه لوليداتي، الدواء ما يعطونيش الفلوس، انا مستعده نبات هنا في ساحه ماريشال ويجيو يشريو ليا عاد الدواء، يعتقوني بالدواء. ولا كاين شي واحد عنده شي لومبيلونس الوقت اللي يبغيو يخرجوها ليا، لان هي والده بعمليه ما غنقدرش نديها، انا ساكنه في الدروه ما نقدرش نديها في الطاكسي. هذا هو النداء اللي دايره اليوم لوليداتي، هذا الدواء ما كرهتهمش يعتقوني به، اللي سمع النداء ديالي الله يرحم ليهم الوالدين يعتقوني. بعد الليله خاص الدواء يكون عند الدريه، انا ما عندي جهد، والدريه لاصق لي ديال المسلمين اللي كتحرك، والله حتى كتحرك، انا قبيله ما قديتش نشوف فيها، راه الدريه سيره كتموت وهي حيه المسلمين. الله يرحم ليكم الوالدين. راه قلت لك راجلها مخاصم معاها، مخاصم معاها هذه 5 أشهر، وملي بغات تولد عيطنا ليه قلنا ما ربنا يعطف علينا وداك الشيء، ما بغاش يجاوبني في التليفون، قال لي سيري ديها كوليها ولا شويها ولا سيري، قال لي انا ما كنعرف لا ولاد لا والو، قال لك انا مريض كنشرب الدواء ما غادي يحكم عليا حتى واحد، سيري قال لك دعيني راه ما عندكم ما تصوروا مني. لا كانت ساكنه مع دارهم مع والديه، اما دابا بنتي عايشه معايا، ملي جاها الوجع جاها عندي. الله يرحم لكم الوالدين. خلي معاك شحال بار باش هي باركه معايا في الدار، ولا شحال باش مجوجه بها. انا دابا هذه من رمضان جات لعندي، جات عندي في رمضان، يلاه رافده الحمل، جات لعندي ما بغى يدير معنا حتى حل، ما بغى يرجع، ما بغى يطلق، ما بغى يدير والو. انا اللي كنصير عليها من نهار اللي جات حامله، انا اللي كنصرف اللي قسم الله، الله يجعلنا ما نديروا على الخبز واتاي كتاكلوا معنا. ولكن هذا الدق ما عمرني ما خرجت كنطلب، كنقول لهم عطوني باش نوكلهم، كنخرج كنبيع الشوكولات اللي جاب الله كناكلو انا وليداتي. ولكن القضيه ديال الدواء هي اللي علاش انا جيت اليوم كناد. انا عندي 2 وليدات وهي والده وليد، وهذا هو الولد الثاني اللي ولد الداب من نفس الراجل. الميساج كنوجهو للمحسنين، الله يرحم ليهم الوالدين والله يستر امرهم، بلا ما يدخلوا عندي التليفون نجيهم للصراحه، لان انا تلقيت التليفون عندي حاشا وجهك ولا عندي خايب، ما بقيتش كنقد نعطيه لولادي. النهار اللي درت النداء ديال الدار كيدخلوا عندي وحدين كيصيفطوا لي التصاور، كيصيفطوا لي الفيديوهات خايبين اللي كنبلوكيه، كيجيني بن مرة اخرى ما عرفتش منين كيدبروا هاد الناس على النوامر. الله يرحم ليكم الوالدين ووليداتي، الله يسر امركم، راه سبحان الله الدنيا دواره. كنطلبكم اللي باغي يدخل عندي باش يتعاطف معايا تبارك الله، واللي ما باغيش يتعاطف معايا يبارطاجي غير هاد اللايف، ما ربنا يوصل شي مؤمن على يدو. لا عارف راسك خايب غادي تتصل بيا باش تصيفط لي تصاور ولا تصيفط لي فيديوهات خايبين، بلا ما تتصل بيا. الله يرحم لك الوالدين، ونتمناها تكون سبب العفو ليك ولوليداتك. هذا هو الميساج ديالي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.